والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. نعم، مرة أخرى تنضم إلينا ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا رجائي وسحر، ونتابع معكم الآن أهم وآخر أنباء الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد صباحا مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 21، الصغرى 11، الإسكندرية 18، 11، مطروح 17، 10، بورسعيد 18، 12، الإسماعيلية 21، 7، أما السويس 21، 8، العريش 19، 9، طابة 23، 10، شرم الشيخ 25، 15، الغردقة 24، 13. نذهب إلى الأقصر العظمى فيها 27، الصغرى 8، أسوان 28، 10، الوادي الجديد 24، 9، شلاتين 27، 15، وأخيرا حلايب 24، 15. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.